ملي كنجي مثلا قضية الصلاة، بالله عليكم ما هو حظ الكلام والمحاورة على الصلاة في بيوتنا مع الأولاد، مع الزوج ولا مع الزوجة ولا مع الوالدين؟ إذا كنت أنا باقي عايش مع والدي ما مزوج ما تجي هذا، ما هو حظ الصلاة من حياتنا؟ تتلقى الأب كيكد ويجتهد بالليل وبالنهار ويتعب يخدم 8-12 جوستا ويعاوتاني يزيد السويع من 7 ل 9 ويخدم السبت والحد، كيقول لك علاش؟ حيت ولدي كنقريه في فرنسا خصني نصيفط ليه واحد 10,000 ولا 15,000 درهم في الشهر، ما عنديش كندير. كنقول ليه وسط هذا الشيء كله أتذكر يوما أمرت ابنك بالصلاة؟ عاوديت أنت الله يهديك شراء يزيد شوية ومن بعد يعرفوا هذا إذا كان تأدب معاه. أما كاين واحد دي الصلاة إلا غنصوبوا بها الصوارخ، هذا صار يقوله المسلمون، صار يقوله المسلمون. علاش كنجبد هذه المواضيع هذه؟ وإلا لما كنا لنتحدث عن هذا. بعض علماء المغرب في القرن الثامن لا أذكر اسمه، هو يعلق على خلاف الفقهاء في قضية كفر تارك الصلاة من عدمه. فلما انتهى من التعليق على هذا الخلاف، عن التعليق على هذا الخلاف، قال رحمه الله، قال: وما أرى أن هذا الخلاف إلا أنه خلاف من باب الإغراض. الإغراض يعني بحال تقول لك القضية الله يهديهم هاد العلماء شحال تيزيدوا فيه، يعني كيناقشوا موضوع ما علاش. قال بعدها: هل يتخيل مسلم لا يصلي؟ هذا القرن الثامن الهجري في المغرب، ماشي في مدينة المنورة ماشي في مكة، هادشي في المغرب. ما كان يتصور شخص مسلم لا يصلي. فملي كتقول ليه الآن واش عمرك ذكرتي ولدك بالصلاة؟ سيدي ربي حنا كنتكلموا على المنظومة القيمية والعقدية في العهد المكي، سورة طه، الله عز وجل كيقول: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فين جات هذه الآية؟ جات في معرض السياق عن الكلام عن الافتتان بالدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. جات من وراها حيت هادشي اللي غادي يشتمك انت على الأمور هذه، يعني التربية. جات من وراها: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ضمان من الله عز وجل. والعاقبة لمن؟ والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. فانت كتجري بالليل وبالنهار حتى تعد ذلك الولد ليكون مهندسا او ليكون طبيبا او ليكون جراحا او استاذا جامعيا او 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 كيف ما كان الحال، كتقلب لي على واحد المكانة مرموقة في المجتمع. وهذا شيء محمود، هذا لا يذم لذاته، هذا شيء محمود. لكن على مستوى هندستك لحياة ولدك، هل اقمتها على سواري صحيحة حتى يبقى البناء قائما في حياته وبعد مماته؟ رحت لما صار المسلمون يفكرون بنفس النمط الليبرالي الغربي، ولا المسلم في الكاركاس على الواجهة الخارجية لكن في داخله السوس الليبرالي قد أكل من سأته، فننتظر أن يخر في أو في أي لحظة. هذا هو الإشكال. هذه المنسأة ديالك أنت التي تتكئ عليها لتقيم بها دينك، انظر إلى داخلها لعل السوس قد تسرب إليها وأنت لا تدري. أولوية الأولويات عند أي مسلم هي الذي خلقه الله عز وجل. افتح المصحف، اللي عندك مصحف دابا، مصحف الجيب ولا الورقي ولا مصحف الإلكتروني. أنا كنهضر وأنت بعد بزاف الهضرة غتلقى فيها غير التهتريس، الله يغفر لينا وليكم. وحل المصحف وشوف شي صفحة وشوف هل خلت صفحة واحدة من 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 من, من, من القرآن، هل خلت من ذكر الله عز وجل؟ وراديك 6236 آية اللي عندك من الفاتحة إلى الناس، هذيك راه يد الدستور إن صح التعبير الحادث، هذيك يد الدستور اللي حط لنا الله عز وجل منذ أن أوحى القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. خصنا نعيش، هذه الأمم كلها خصها تعيش بديك 6236 آية، والتطبيق العملي ديالها هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام.